شكرا جزيلا للزميل ماجد الشجعي. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان. هنا الصوره على الحكم الدولي الكاميروني اليوم نيون، والصوره كذلك في المنصه الشرفيه على عيسى حياته الكاميروني الامين العام للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف في النهائي، اخر نهائيات سنه 2012 بعد نهائي دوري ابطال افريقيا والتتويج المصري المستحق للاهلي على حساب الترجي الرياضي التونسي بطل النسخه السابقه. المهم ان طرفا عربيا توج باللقب الاغلى افريقيا في انتظار افضل تمثيل للكره الافريقيه في كاس العالم للانديه في نسختها الاخيره بطوكيو، قبل النسخه المقبله ان شاء الله بكازابلانكا والرباط ومراكش وطنجه في المملكه المغربيه. اذا ان شاء الله في كاس العالم للانديه ان يكون طرفا عربيا افريقيا وطرفا عربيا اسيويا حاضران في الاراضي العربيه التي ستستضيف كاس العالم للانديه لاول مره. بعيدا عن كل هذه التخطيطات المستقبليه والمنتظره، هنا الواقع، هنا بهذه الصور الغريبه والعجيبه والجميله في نفس الوقت
في ملعب دينيس ساسو في جمهورية الكونغو، بالضبط في مدينة دوليسي الواقعة تقريبا في جنوب الجمهورية الكونغولية. ليوبار بألوانه حاضر اليوم في هذه المواجهة في ملاقاة الفريق المالي جوليبا في مباراة العودة من نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لسنة 2012. مباراة الذهاب في مالي انتهت بهدفين مقابل هدفين بين الجانبين، واليوم الأنظار على الخضر ليوبار الذين مع انطلاقة صافرة الشوط الأول سيكونون الأكثر ترشيحا للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي خلفا لبطل النسخة الماضية المغرب الفاسي. هذه النسخة التاسعة من نهايات كأس الاتحاد الإفريقي أو من نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. جوليبا المالي يلعب على يمين المشاهد الكريم، في حين ليوبار الكونغولي على اليسار بالألوان الحمراء في مباراة تحمل في طياتها الكثير على أرضية ميدان تبدو مهترئة كثيرا وتبدو غير صالحة تماما لمتابعة أعراس إفريقية حتى طريقة التصوير هكذا، ولكن عموما هذه الأجواء الإفريقية تعودنا عليها، تحدثنا عنها كثيرا ولن نطيل الحديث طبعا في أقواس مفتوحة. في نهائي من المفروض أن يكون مثل نهائيات كأس الاتحاد في آسيا ونهائي اليوروليج في أوروبا وكذلك نهائي سود أمريكانا في أمريكا الجنوبية ونهائي طبعا كأس الاتحاد في الكونكاكاف. الأمر دوما في إفريقيا مختلف. إذن في الأراضي الكونغولية في عمق الأراضي السمراء في عمق القارة السمراء العرس الأسمر العرس الإفريقي بين فريقي ليوبار الأخضر الكونغولي وضيفه الأحمر المالي جوليبا، تتويج واحد كان ماليا بهذه البطولة كأس الاتحاد الأفريقي عن طريق الملعب المالي ضد فريق وفاق سطيف الجزائري، بينما لا تتويج بهذه البطولة على الصعيد الكونغولي. إذن أغلب التتويجات كانت عربية في كأس الاتحاد الإفريقي، وهذا هو النهائي الثاني الذي لا يجمع طرفا عربيا أو طرفين عربيين بعد النهائي الذي كان في أول نسخة من هذه المنافسة التي أنشئت سنة 2004 وجمع هيرتز الغاني مع مواطني أشانتي كوتوكو. في النهاية توج فريق القلوب على حساب أشانتي كوتوكو. إذن اليوم هذا هو النهائي الثاني الذي لا يجمع طرفا أو طرفين عربيين، بينما كل النهائيات السابقة شهدت حضورا عربيا إما في طرفي النهائي أو أحد طبعا من يلعب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. نتوجه مباشرة إلى أسماء كلا الجانبين في مباراة العودة اليوم، أقول مع صافرة الحكم الكاميروني نيون التي عطلت انطلاقة هذا الشوط الأول. ليوبار هو المتوج باللقب حتى صافرة النهاية إذا ما انتهت المباراة. إذا ما انتهت المباراة بالتعادل السلبي أو التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، الحالة الوحيدة التي تمدد فيها المباراة أن تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مثل ما انتهت مباراة الذهاب بين الطرفين، مباراة الذهاب التي سجل فيها باكايوكو وكوليبالي لمصلحة جوليبا في مالي، بينما سجل كيفوري وانغويولو لمصلحة ليوبار الكونغولي. إذن هكذا ليوبار جوليبا مباراة العودة من نهائي كأس الاتحاد الإفريقي اليوم لمعرفة من سينشط كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي المصري بطل إفريقيا. إذن نتوجه مباشرة إلى الأسماء مشاهدي الكرام، نبدأ بالفريق الزائر جوليبا الذي ضيع تحقيق نتيجة إيجابية كانت ستمكنه من أن يلعب مرتاحا مباراة العودة على الأقل، أو أن يملك حظوظا متوافرة مثل ما يملكها ليوبار. ليوبار طبعا حظوظه الأوفر للتتويج باللقب إذا ما انتهت المباراة، طبعا لأن جوليبا عليه إدارة اللعب وعليه تسجيل الأهداف، لأن نتيجة التعادل السلبي هي التي تمنح اللقب للفريق الكونغولي ليوبار. إذن جوليبا المالي بالأسماء التالية، كرة كانت سددت فوق رأس الحارس حارس مرمى فريق جوليبا المالي، هذه تسديدة وتمر إلى خارج أرضية الميدان، فرصة الفريق الأحمر بشريط أخضر الفريق المالي جوليبا.
جوليبا بعيسى تراوري رقم 2، رقم 4 سليف كوليبالي، رقم 5 سامبا ديالو، رقم 6 محمد عمر كوناتي، رقم 17 محمان سيس، رقم 18 لاسين ديارا، رقم 21 سيدو نودو سيدو نود أبوتا، رقم 22 علي يويرانغو، رقم 23 سيدوبا ديا نداي، رقم 24 عيسى تراوري، ورقم 26 سيدو ديالو. إذا هكذا هي الأسماء الحاضرة من جانب فريق جوليبا المالي. بينما ليوبار الكونغولي الأخضر في هذه المباراة أذكر رقم 3 نزامبا إيلوريش، رقم 5 موبيو ثيلتون، رقم 6 ما غوكيلي ديمتري، رقم 7 بيبي كيور، رقم 10 نديلا كليما، رقم 8 كيفوري فيرنان، رقم 12 غانتسي سيزاير، رقم 16 مانغونا شيلدران، رقم 17 كومبو بيانفوني، رقم 18 لاكولو إيرمان، ورقم 22 أخيرا ميابي جيلداس. إذن هكذا الأسماء الحاضرة من الفريق الكونغولي ليوبار الذي يصل لأول مرة إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، كذلك الشأن بالنسبة لفريق جوليبا. التقى الطرفان في دور المجموعات في هذه النسخة التاسعة لكأس الاتحاد الأفريقي، وانتهت المباراة في مالي بالتعادل هدف مقابل هدف. لكن هنا في الأراضي الكونغولية فاز الفريق الكونغولي بثلاثية نظيفة خطيرة، هذه الكرة لجوليبا، لكن المتابعة من دفاع فريق ليوبار والإبعاد مباشرة إلى التماس. كتب التعادل بين الجانبين دوما في مالي. لاعب رقم 8 كيفوري تمكن من التسجيل في مباراة الذهاب في الدقيقة 22 مبكرا، هو أول أهداف النهائي في مباراة الذهاب. لاعب كيفوري رقم 8 كيفوري فيرنون حاضر اليوم في هذه المباراة، بينما نزامبا إيليريش رقم 3 مع قلب الدفاع موبيو ثيلتون. كرة كونغولية، أرضية الميدان تبدو مهترئة جدا وغير قابلة لأن تلعب فيها الكرات القصيرة الأرضية. فيه تسلل واضح، التسلل من كانتي سيزاير اللاعب الذي يحمل رقم 12 اليوم ميون الحكم الدولي الكاميروني أشار إليه. هكذا هي الأعراس الإفريقية، قلت أول نسخة جرت سنة 2004 وجمع النهائي فيها هيرتس مع مواطني أشانتي كوتوكو. تتويج كان بركلة الترجيح بعدما انتهت مباراة الذهاب والإياب بالتعادل هدف في كل شبكة، بنفس النتيجة الذهاب وبنفس النتيجة في العودة. بينما التتويج العربي الأول بكأس الاتحاد الإفريقي كان بأقدام الفريق العسكري لفار الجيش الملكي المغربي سنة 2005 على حساب النيجيري دولفين. التتويج كان في الرباط بالفوز بثلاثية نظيفة، بعد ذلك جاء الدور على الفريق التونسي النجم الساحلي بالفوز على نفس الفريق على نفس البطل الجيش الملكي المغربي. مباراة الذهاب في الرباط انتهت بهدف مقابل هدف، في العودة التعادل السلبي مكن الفريق التونسي النجم الساحلي من التتويج بلقب كأس الاتحاد الافريقي لأول مرة في مشواره. بعد ذلك يأتي الفريق الأكثر تتويجا باللقب النادي الصفاقسي التونسي المتوج باللقب مرتين، وهو أكثر من حصد لقب هذه المنافسة سنتي 2007 و2008، 2007 على حساب المريخ و2008 على حساب مواطنه النجم الساحلي. ليأتي النهائي الذي جمع الملعب المالي بوفاق سطيف الجزائري الذي كان بالإمكان أن يتوج باللقب لولا أنه ضيعه برعونة كبيرة. فوز في سطيف بهدفين نظيفين، ولكن في العودة خسر بنفس النتيجة.
بل وتلقى هدفا ثالثا وأصبحت النتيجة 3-2. مكنت الملعب الماني والماليين من التتويج لأول مرة بلقب كأس الاتحاد الإفريقي. بعد ذلك عاد اللقب لأن يكون عربيا بفضل فريق الفتح الرباطي الذي تمكن من التتويج باللقب على حساب النادي الصفاقسي التونسي. وهو الآخر كان أول تتويج له بكأس إفريقية سنة 2010 والسنة الماضية بطبيعة الحال كما تابعنا اللقاء الذي كان جميلا ورائعا بين المغرب الفاسي والنادي الإفريقي والتتويج المغربي وبقية الكأس في المملكة المغربية. لكن هذا الموسم تمنينا وكل التماني وكانت الدعوات بأن يكون النهائي عربيا خالصا بل سودانيا يعني تاما بين المريخ والهلال في درب السودان، ولكن لم يتمكن لا الهلال ولا المريخ من تجاوز عقبتي ليوبار وجوليبا، حيث أن جوليبا تفوق وتأهل على حساب الهلال الذي كان قد فاز في الذهاب بهدفين نظيفين، ولكن في العودة خسر بنفس النتيجة 2-2. وآلت المباراة إلى ركلة الترجيح التي رجحت كفة جوليبا لأن يتأهل إلى النهائي. 7 ركلات ترجيح ناجحة من جوليبا و6 فقط ناجحة من الهلال، بينما المريخ بدوره كان على مقربة من الوصول للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي هذه المنافسة بعدما وصل إلى نهائي سنة 2007. خسر مباراة مباراة الذهاب فاز فيها بهدفين مقابل هدف، في العودة تعادل من دون أهداف وبالتالي ضيع الوصول إلى النهائي. هذه كرة مالية، الفريق جوليبا المالي يسعى لخطف هدف، طبعا نتيجة هدف مقابل لا شيء لمصلحة جوليبا تمكنه من التتويج باللقب. هدفان مقابل، المهم أن يفوز، المهم أن يفوز فريق جوليبا المالي على حساب ليوبار، لكن ليوبار يملك أكثر من خيار، ليوبار يملك يعني أكثر من نتيجة قد تمكنه من رفع كأس هذه البطولة اليوم على ملعبه وبين جماهيره. إذا ما انتهت المباراة بهذا التعادل الذي بدأت به قبل 12 دقيقة من الآن، أو نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف أو الفوز، المهم أن لا يخسر. وجوليبا لذلك شوط أول لن ننتظر فيه الشيء الكثير، ننتظر في أداء تكتيكي وانغلاق من كلا الطرفين، رغم البداية التي كانت تبدو سريعة بكرة كانت خطيرة فوق مرمى حارس مرمى جوليبا، حتى الأرقام لا تتضح بشكل يعني يسمح لنا بالتعرف على لاعب جوليبا المالي على وجه الخصوص. لا أدري لماذا هذه الألوان القاتمة جدا والأرقام الغير واضحة، حتى أنه الحكم يعني يجب أن يكون قريبا من اللاعبين لكي يتعرف على من ارتكب الخطأ ومن استحق البطاقة الصفراء ومن ومن ومن. الأمر لا يعني فقط المعلق فقط. عموما كرة لفريق جوليبا طويلة داخل منطقة الجزاء راسية، وفي النهاية بأحضان حارس مرمى ليوبار، حسن حظ فريق ليوبار، شاهدنا رأسية ممتازة جدا، ارتقاء رائع في مباراة الذهاب وهدف كان بالرأس جميل جدا لمصلحة فريق جوليبا المالي. هذه مرة بعدما رفع الكرة علي إيرانجو الرأسية كانت في وسط المرمى. عموما تعود الكرة لكيفوري فيرنون، كيفوري فيرنون، زامبا إليريش يحاول المرور، زامبا إليريش لم يتمكن. إذا لم يستطر أي لاعب من فريق جوليبا المالي لنركز على رقمه فلن نعرفه. هذه كرة مالية أرضية متدحرجة وسهلة للحارس رقم 22 ميوابي شيلداس، هذا وعيسى حياته الكاميروني، يمنح الاتحاد الإفريقي ولجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي إدارة
مباراة العودة من النهائي للكاميرون كذلك اليوم نيون الحكم، بينما عيسى حياته لازال خالدا على منصبه في الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى أجل غير مسمى. عموما نزامبا إليريش في وسط الميدان، كلمة تسديدة بعيدة وطائشة إلى خارج أرضية الملعب. فترة على فترة يهاجم فريق الليوبار ويضغط، ولكن واضح هناك مراقبة يعني لاعب للاعب، عدم ترك المساحات للفريق المالي جوليبا. ربما الليوبار يفكر في الاعتماد على المرتدات، التأمين الدفاعي أهم شيء في هذه المباراة، ألا يتلقى هدفا مبكرا قد يصعب المهمة أكثر في الدفاع على أن لا تتلقى شباكه هدفا ثانيا. كيفوري مع كليمة، هذه انطلاقة من زامبا، كرة داخل منطقة الجزاء، حذاري من ارتكاب الأخطاء، ولكن المدافع المالي حاضر. أعتقد اللاعب رقم 23 هذا سيدوبا مضاي، أسماء موجودة عندنا بالأرقام ولكن من الصعوبة التعرف على الأرقام، أرقام لاعبي جوليبا. ماذا قال حكم المباراة؟ ماذا قال حكم المباراة نيون؟ بعيد تماما، بعيد يصفر خطأ خطيرا لفريق اليوبا ويشير البطاقة الصفراء. هل أشار إلى ركلة جزاء أم إلى خطأ؟ هذه اللمسة هنا التدافع والتكاتف، سامبا ديالو أشار إلى مخالفة، هل كان تكاتف أو مخالفة الله أعلم، يعني صعب الحكم، لكن هناك دفع، وجود الدفع من سامبا ديالو لأن كرة ديالو كانت قصيرة إلى حارسه. سيدو ديالو أو حارسه علي إيرانجا، هذه الجماهير الكونغولية بهذه الطريقة تعودتم على هذه المناظر من خلال أمم إفريقيا ومن خلال كأس العالم 2010. كرة في منتهى الخطورة لمصلحة ليوبار الكونغولي من أجل أن يتمكن من تسجيل أول الأهداف، وإذا سجل فريق ليوبار سيصعب المهمة أكثر فأكثر على فريق جوليبا. خطأ خطير وخطير 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 جدا. كومبو بيانفوني يتهيأ للتسديد، بيانفوني بعيدة يا بيانفوني، لم يأخذ وقتا ولا مكانا ولا زمنا وتسرع في لعب الكرة الضربة الحرة. هذا هو الحارس علي جويرانجو، لعبت بتسرع كبير رغم أنه كان في مجال أن تلعب الكرة قصيرة وأرضية، الكرة الأرضية أخطر على حراس المرمى من الكرات الهوائية، خاصة حراس المرمى طوال القامة. كرة إلى المدافع موبيو فيلتون، من التماس قصيرة إلى القصير كومبو بيانفوني، هذا المستوى لن نشاهد مستوى رفيعا يعني بغض النظر عن نتيجة الذهاب، لكن مع أرضية الميدان هذه مع هذا المستوى المتواضع جدا في تصوير ونقل أحداث هذا النهائي لازالت إفريقيا تعاني. كرة عادت إلى سيدوبا أنداي، إلى من سامبا ديالو، تدخل بشراسة، الكرات الهوائية لمصلحة الفريق المالي جوليبا طوال القامة. اللاعبون الماليون مالي حاضرة في
نهائيات أمم إفريقيا المقبلة، ومالي حاضرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برفقة الجزائر في مجموعة واحدة، تنافس بينهما رفقة البنين ورواندا. هذه كرة لمصلحة فريق جوليبا، توزيعة رأسية، لا الرأسية يعني تبعد هذه الكرة على طريقة المدافعين، بينما اللاعب الذي لعب الكرة هو مهاجم جوليبا المالي. أرضية الميدان غير صالحة تماما حتى للتدريبات، فما بالك بأن تلعب، يعني لا أدري ما بما يشعر عيسى حياته يتابع مباراة نهائية اليوم عرس إفريقي على أرضية ميدان مثل هذه وفي ملعب مثل هذا، لا أدري بما يشعر. كان يشعر بالفخر فهو فعلا لم يرى أي مباراة أخرى في كرة القدم على الصعيد الأوروبي أو الآسيوي أو الأمريكي الجنوبي. نتابع كرة كومبو بيانفوني مرة أخرى، مخالفة أشار إليه حكم المباراة اليوم نيو. هذه كرة بأيدي الحارس علي يورانجو، ثلاث مرات نهائيات كأس الاتحاد الافريقي تصل وتمدد الى وتفصل فيها ويفصل فيها الامر سوى بركلات الترجيح. بقية النهائيات الاخرى الستة كانت نتائج مباراتي الذهاب والاياب هي الفيصل. نزامبا ايدوريش، كرة تعود إلى دفاع الجوليبا في وسط الميدان، ربما أرضية الميدان التي تضطر اللاعبين إلى لعب الكرات الهوائية قد تكون هي المنفذ بالنسبة لفريق جوليبا، الاعتماد على الكرات الهوائية خاصة مع طول القامة قد تكون الميزة الإيجابية والعلامة التي ترجح كفة جوليبا حتى لو كانت المباراة بملعب ليوبارا كونغولي. كرة أخرى طائشة من دون عنوان تصل سهلة إلى الحارس الحاضر أمامكم ميوابي جولداس الحارس الكونغولي. كرة يتبادل علي يورانجو مع مدافعي صليف كوليبالي إلى سامبا ديالو، نصل منتصف هذا الشوط الأول. هذه نتيجة مريحة جدا لفريق اليوبار المستضيف، وهي طبعا نتيجة حاسمة تمنحه اللقب إذا ما استمر الحال على حاله. كرة ممتازة لعبت من سيزاير وكيفور، كيفوري فيرنوم. نزامبا إليريش يتحرك يمينا ويسارا يبحث عن كيفوري فيرنون، لم يتمكن من كرته كيفوري. كيفوري روشيل فيرنون، كرة انتيلا كليمة غانزي سيزاير، حذاري من الأخطاء. كاليما يتمكن من محاصرة كرته، تلعب بسرعة ممتازة هذه اللمسة داخل منطقة الجزاء، أخطر وأفضل ليوبار. أول أهداف المباراة للفريق الكونغولي ليوبار، وبالنيران الصديقة هذا الهدف الأول في المباراة، الهدف الأول في اللقاء لمصلحة ليوبار. فرحة هستيرية، توزيعة في منتهى الروعة، الدفاع يغالب الحارس علي يرانجو. هدف أول في المباراة لفريق ليوبار الذي يعبد رويدا رويدا الطريق نحو المنصة ورفع كأس الاتحاد الافريقي.
يستفيد من التعادل في المباراة الذهاب في مالي. هنا المرور ممتاز جدا فعلا كريمة بهذه اللمسة، استعاد الكرة 1-2 إلى أنزامبا إليريش، ثم كاتسي سيزاير وزع ويسدد في نفس الوقت. الدفاع يغالط حارسه علي يورانكو، لقد سامبا ديالو أو سليف كوليبالي أحدهما هو من لمس الكرة وانتهت في الشباك. عموما يظهر هدف في هذا الشوط الأول، قلص من حدود الفريق المالي جوليبا في التتويج باللقب، ويزيد من حدود الفريق الأخضر الكونغولي ليوبار، الفريق المتوج بكأس الكونغو مرتين في مشواره. فرحة لمناصري أتلتيك كلوب ليوبار. دوليسي تأسس سنة 54، متوج بكأس الكونغو مرتين وبسوبر كوبا في جمهورية الكونغو سنتي 2009-2011. تدور الكرة بامتياز إلى الفريق الأخضر ليوبار مرة أخرى، كيفوري هذه المرة إلى خارج أرضية الميدان. لمسة ساحرة كانت من غانزي سيزاير وتوزيعة من كيفوري فيرنون. المباراة التي تجري في المدينة التي يمثلها هذا الفريق ليوبار، دوليسي ثالث أكبر الجمهورية الكونغولية التي تعد مركزا تجاريا هاما في الكونغو. كونغو التي هي عاصمتها برازافيل، هذه المدينة دوليسي تربط بين الغرب والشرق عن طريق السكك الحديدية، وأكثر ما تعتمد عليه جمهورية الكونغو في مداخلها تعتمد على النفط البحري. كرة كيفوري عادت إلى الدفاع الماني، هذا هو سامبا ديالو رقم 5 رقم 24 عيسى تروري. تعود الكرة إلى الحارس علي إيرانغو، لم يتمكن من كرة المدافع بينما كان ينتظرها من مهاجم ليوبار، فجاءته بالنيران الصديقة التي اكتوى بها مع فريقه جوليبا. كرة أمامية لفريق جوليبا، طبعا منطقيا المفروض يعني مدرب جوليبا يقول للاعبيه يحفزهم، الفريق الذي سجلت عليه هدفين وتلقيت منه هدفين يمكن أن تسجل عليه هدفين مثل ما يمكن أن تتلقى منه هدفين، وبالتالي ما سجله ليوبار من أهداف في شباك جوليبا في مالي وما سجله جوليبا من هدفين في مالي يمكن أن يسجله اليوم، لما لا الآن؟ هذه كرة داخل منطقة الجزاء، يخرج إليها بامتياز الحارس ميو بيجنداس، يتفوق ويلعب هذه الكرة السريعة أمامية خطيرة إلى قصير القامة، ممتازة لعبت بهذه الطريقة الرائعة. التغطية تأتي من سيادوبا ناي، لاعب رقم 23 سيادوبا، تأخذ المباراة طابعا تنافسيا. كنا ننتظر غلق اللعب من جانب فريق ليوبار ولكنه يأخذ المبادرة، كرة إلى ركنية، حكم المباراة يقول ركلة مرمى، لم يتمكن منها انتيلا كريمة، تأخذ مجرى آخر المباراة مجرى تنافسية. وليوبار يريد أن يقهر جوليبا مثل ما قهره في دور المجموعات وفاز عليه هنا بثلاثية نظيفة، يريد تأكيد ذلك ولا يعتمد على مباراة الذهاب، يريد أن ينسى مباراة الذهاب وما حدث فيها، عليه تسجيل الأهداف واحدا تلو الآخر وتأكيد أحقيته بالتتويج باللقب القاري الثاني بعد لقب دوري أبطال إفريقيا. هنا الكرة والخروج الممتاز من ميوابي جيلداس، والكرة للمدافع ميانغونا شيلدران، هكذا هي الأسماء الإفريقية، رقم 16 ميانغونا شيلدران. يتفوق عيسى تراوري، يبحث عن المنافذ، أكثر جدية أكثر شراسة وجرينتا من لاعبي ليوبار. شيلدران يوزع، تبقى كونغولية خضراء من على الجناحين، ليوبار يبدو خطيرا،
فزعة ينبري إليها قلب الدفاع صليف، لكن تبقى كونغولية حذر من الأخطاء على مقربة من منطقة 18 متر. تستخلص الكرة بامتياز من لاكولو هيرنان. هيرمان والتوزيعة الأرضية من كومبو بيانفوني. رقم 17 مرة أخرى أخطاء في الدفاع المالي والتسديدة. أخطاء في الدفاع المالي والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان. الجماهير تتفاعل وتزداد صيحاتها، يزداد سخبها كلما اقترب لاعب ليوبار من دفاع الفريق الألماني جوليبا. تسديدة زامبا يوليريش تمر إلى خارج أرضية الميدان، وكانت فرصة مواتية لإطلاق رصاصة الرحمة وقتل المباراة وقتل الفريق الألماني جوليبا. الرصاص هناك في ماني من يوم إلى آخر، لكن اليوم رصاصة الرحمة يتلقاها بأقدامه فريق جوليبا. في الدقيقة 24 هنا 5 دقائق منذ تسجيل الهدف الأول في مباراة العودة اليوم. الكرة الكونغولية التي تتطور من سنة إلى أخرى عموما. الخارطة الإفريقية خارطة مزاجية، خارطة متغيرة كل شهر وكل سنة، بحيث أنك في أمم إفريقيا يعني في كل نسخة تتابع أسماء لمنتخبات جديدة. قليلة هي المنتخبات التي دوما تحافظ على استقرارها ضمن كبار أمم إفريقيا في النهائيات، قليلة قليلة جدا، ومن الصعوبة بمكان ذلك. وحتى الفرق والمنتخبات المتأهلة لكأس العالم الإفريقية دوما تكون يعني متغيرة، وبذلك يظهر التنويع في المتوجين باللقب القاري. زامبيا آخرهم لم يكن يرشحها، لأكثر المتفائلين بزامبيا والأكثر المتشائمين بمستوى المنتخبات الإفريقية الكبيرة المعتادة التي حضرت في الغابون وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا السابقة. نقصد بذلك مثلا كوت ديفوار وغانا في غياب نيجيريا الكاميرون مصر والجزائر. كوت ديفوار غانا المغرب وتونس منتخبات على الأقل كانت مرشحة للظفر بلقب النسخة السابقة الإفريقية. عموما نصف ساعة انقضى من أطوار هذا الشوط الأول. ليوبار أتليتيك الكونغولي يتفوق على جوليبا المالي بملعبه بهدف مقابل لا شيء دون النسيان. مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي، هدفان في كل شبكة. هنا بطاقة صفراء في وجه عيسى تراوري، أولى البطاقات الملونة في هذا الشوط الأول. مدرب أوموغ ماريوس مدرب فريق ليوبار في رحلة إفريقية ناجحة، هزيمتان فقط كانتا لليوبار، واحدة في دور المجموعات والثانية كانت أمام هزيمة واحدة فقط لفريق ليوبار في دور المجموعات. ليوبار لما فاز بثلاثية نظيفة مسجلون كانوا كومبو لاكولو وكيفوري. كرة أخرى خطيرة، خروج للحارس علي يورانغو. أعتقد التسديدة التي مرت إلى التماس، هذا التماس وهذه الكرة. هنا المراوغة من كاليما، كرة كاليما كان من الممكن أن تنتهي في الشباك فضاعت. تيلا كاليما رقم 10 صانع اللعب من جانب فريق جوليبا أو ليوبار عفوا. خطأ لفريق جوليبا المالي. لما
لما تكون في الجبال خاصة في بلدان في شمال إفريقيا في المغرب في تونس في الجزائر مثلا لما تكون على سفاح الجبال بينما نتابع هذه الكرة يبعدها دفاع فريق ليوبار زامبا إليريش يتدخل إلى التماس يضغط جوليبا يريد استعادة نتيجة المباراة هدف التعادل لجوليبا رأسية مخادعة رأسية تسكن الشباك سجود الشكر من أسماء كثر هم مسلمون من فريق جوليبا المالي شكرا لله رأسية تنتهي في الشباك تغالط الحارس ميابي جلداس هاي الكرة هنا الارتقاء قلت الكرات الهوائية الألعاب الهوائية هي الميزة التي قد يستفيد من خلالها الفريق المالي جوليبا هاي كرة هوائية وقعت فوق رأس هذا المهاجم الخطير سنتعرف على اسمه الكرة رفعت بهذه الطريقة من اللاعب رقم 23 سيدوبا أنداي وفي النهاية الرأسية في الشباك الرأسية في الشباك قد تكون من لاسينا الديارة عموما هدف التعادل وقد نتوجه إلى نفس نتيجة مباراة الذهاب وبالتالي لا فرق يعني لا يوجد كبير وصغير ولا يوجد ضيف ومستضيف لا قوي ولا ضعيف في ما يتعلق بالنهائيات ومباريات الكؤوس تغيب الفوارق عموما هذه النتيجة لا زالت لمصلحة ليوبار ولكن بهدف التعادل ليوبار أصبح هو الذي يقلص كثيرا من حظوظه في التتويج باللقب ويمنح فرصا وأملا لجوليبا عندما سجل جوليبا الهدف الثاني تسديدة طائشة إلى خارج أرضية الميدان يستعيد الأمل يستعيد الأمل من بعيد بعد المسافة بين مالي والكونغو يستعيد الأمل فريق جوليبا برأسية تسكن شباك الحارس ميويابي جيلداس على الأقل لتمديد المباراة أو تسجيل هدف ثاني شوف أرضية الميدان أرضية الميدان قد تكون سبب في كوارث اليوم ليس في إصابات اللاعبين ولكن حتى في أخطائهم وكذلك الأهداف أنا كنت أريد الحديث في فكرة فتحت قوسة ولم أنهيه ولم أختمه ولم أغلقه قلت بأنه في الجبال والسفوح في سفوح الجبال والهضبات في المغرب وفي الجزائر وفي تونس لما تكون تتجول على سفوح الجبال تجد مثل هذه الأرضيات يعني لحالها يعني من دون أمطرت الأمطار وأنتجت الأرض ما عليها وبالتالي تشاهد مثل هذه الأرضيات يعني ما كان في حشيش وما كان في شيء من التراب ما كان هكذا في سفوح الجبال في شمال إفريقيا لأن تكون هذه أرضية ميدان ملعب لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي المفروض في لجنة تتابع يعني الملعب التي ستجرى عليه المباراة أوكي معروفة يعني معروف وسط القارة الإفريقية بالأمطار الغزيرة شتاء وصيفا خريفا وربيعا ومعروفة جمهورية الكونغو بالأمطار الغزيرة ولكن يعني مفروض يعني حتى أرضية الميدان لا تبدو أنها متأثرة بكثرة الأمطار بقدر ما تكون يعني بسبب سوء الصيانة يعني سوء الصيانة وأرضية الميدان فعلا تؤثر على جمالية اللقاء وهذه كرة مالية مرة أخرى تصل سهلة في النهاية للحارس ميوابي جيلداس تمر دقائق هذا الشوط الأول والتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة النتيجة لازالت لمصلحة الفريق الكونغولي الأخضر ليوبار للظفر بكأس الاتحاد الإفريقي كرة بينية ممتازة جميلة لمصلحة ليوبار هذه التسديدة عودة برعونة كومبو بيانفوني كان من المفروض أن يوزع لكن فضل التسديد عادت إلى لاعب رقم 16 ميانغونا شيلدران يفتح لنزامبا إليريش تعود الكرة مالية تغطية من لاسينا حكم لم يشير إلى أي خطأ هذا هو صانع اللعب كيف يمكن أن تدور الكرة على مثل هذه الأرضية زامبا إليريش يراوغ يوزع سهل الكرة بأحضان علي يورانغو
سريعة المباراة وبالتالي يعني كنا يمكن أن نتابع مستوى فني مميز بين الجانبين لو أن أرضية الميدان لم تكن بهذه الطريقة. يمكن يعني كي لا نبكي دوما على الأطلال ولا نكون متشائمين كثيرا وسلبيين من مما يحدث في القارة السمراء، لكن عموما هذا ما 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 لدى القارة السمراء، القارة الأغنى والأفقر في نفس الوقت، الأغنى ثروات والأفقر في جيوب شعوبها، والقارة التي تعاني الويلات. كرة كليمة داخل منطقة الجزاء، ويلات الجوع والمجاعة والفقر والأمراض والأوبئة، ويلات الحروب والانقلابات والأسلحة والتهريب، هكذا هي القارة السمراء. الأكبر الأغنى ثراء حتى على مستوى الثروة البشرية، حتى يعني لو نتحدث فقط عن كرة القدم قدمت لأوروبا والعالم أسماء مرعبة ولازالت تقدم وستبقى تقدم. هذه كرة سهلة للحارس علي يورانجو حارس مرمى جوليبا. 5 دقائق على نهاية هذا الشوط الأول مشاهدي الكرام من مباراة العودة من كأس الاتحاد الأفريقي أو من نهائي كأس الاتحاد الأفريقي بين ليوبار الكونغولي وضيفي جوليبا المالي. كرة كونغولية، محاولة المرور، لكن مثل هذه الكرات لا يمكن أن يعني تترك للحارس تمر، لأنها ستمر متثاقلة، قد تقف الكرة يعني في بركة معينة في 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 حفرة معينة على أرضية الميدان، وبالتالي يصعب على الحارس الوصول إليها وتكون لمصلحة مهاجم مثلا ليوبار أو كذلك الشان بالنسبة لفريق جوليبا. هذه بطاقة صفراء ثانية، بطاقة صفراء ثانية في هذا الشوط الأول. داخل منطقة الجزاء، تابع من دفاع ليوبار، حاولت الانطلاقة من كومبون بينفوني، لمسة ممتازة من سيزايري تعود إلى جيور كيفوري يراوغ، كيفوري ممتاز، يراوغ باليمينية ويسدد باليسارية، خطير هذا اللاعب، سجل تقريبا في جل المباريات والمواجهات التي جمعت الطرفين. مباراة الذهاب الأولى في دور المجموعات لم يسجل كيفوري، مباراة انتهت في مالي بهدف مقابل هدف. باكايوكو سجل هدفا لجوليبا وسجل انضاي لفريق ليوبار. المباراة الثانية هنا التي فاز فيها ليوبار بثلاثية، سجل كيفوري وسجل لاكولو وكومبو، وفي مباراة الذهاب من النهائي سجل كيفوري أول أهداف مباراة الذهاب، بينما عادل نتيجة باكايوكو في دقيقة 36، أضاف كوليبالي في دقيقة 74 هدفا لجوليبا، لكن لم يحافظ على هذا التفوق جوليبا وتلقى هدف التعادل من نغولويو في دقيقة 87. عموما دقائق هذا الشوط الأول تشرف على النهاية. الشوط أول من مباراة العودة هو الثالث بين الطرفين في النهائي. والسابع بين الجانبين هذه السنة 2012. التقيا ذهابا وإيابا في دور المجموعات وبالتالي 4 أشواط. وشوطي مباراة الذهاب في النهائي وبالتالي اليوم الشوط السابع. الشوط السابع هدف مقابل هدف. شاهدنا الهدف 10 و11 في مواجهات الطرفين. هنا كان خطأ لم يشير إليه حكم المباراة لمحامانسيس لاعب جوليبا المالي رقم 17. عين
كل فريق على هدف ثاني. شوف يعني سبحان مقلب الأحوال، هدف ثاني من كل فريق يمنحه اللقب، وإن كانت هذه النتيجة تمنح اللقب لليوبار، لكن هدف لجوليبا ثاني يمنحه اللقب إن انتهت المباراة بفوزه، وعلى الأقل يجعله في مأمن حتى لو تلقى هدفا ثانيا ستمدد المباراة. بينما فريق ليوبار إذا ما سجل هدف ثاني يقترب مرة أخرى من التتويج باللقب، ولكن بحذر بتحفظ. كيفوري، كيفوري يعيد الكرة في المنتصف. التشيلدران تبقى خضراء كونغولية، محاولة المرور على الطرفين بالكرات البينية وأحيانا بالتسديدات. مشاركة من المدافع إلوريس خطيرة. جول 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 جول. هدف ثاني يأتي لفريق ليوبار. أخطاء فادحة في عمق دفاع فريق جوليبا تكلفه المزيد من الأهداف. هذا والهدف الثاني بعد توزيعة زامبا إليريش. الصبر على التمريرات رغم أرضية الميدان المهترئة. زامبا إليريش يتمكن من توزيع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. سوء في المتابعة رغم طول قامة المدافعين الماليين وتواجد حارس المرمى. هاي الكرة البطء في الخروج، الثقل في المتابعة، وكرة الهدف الثاني ممتازة من لاعب بيبي جيور هو الذي يسجل الهدف الثاني إذن لفريق ليوبار الكونغولي بعدما اكتوى بالنيران الصديقة جوليبا في الهدف الأول. يأتي الدور الآن على اللاعب رقم 7 جيور، هو الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني ويضع ليوبار على منصة التتويج قبل صافرة النهاية مرة أخرى. لكن على جوليبا فقط يكفي هدفا ليمدد المباراة إلى أشواط إضافية وإلى ركلات الترجيح، أو أن ليوبار يسجل هدف ثالث وينهي الأمور. وينهي الأمور هدف ثالث من ليوبار يقضي تماما على كل أمل لفريق جوليبا. إذن تأتي صافرة الحكم الكاميروني اليوم نيون تنهي أطوار هذا الشوط الأول مشاهدي الكرام من مباراة العودة، مباراة الإياب من نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2012 بين ليوبار الكونغولي وضيفه جوليبا المالي في الكونغو. التفوق بهدفين مقابل هدف للذئاب الكونغولية على حساب الفريق المالي جوليبا. مشاهدي الكرام لا تذهبوا بعيدا، نعود معكم بالصوت والصورة إلى الزميل ماجد الشجعي. إليك الكلمة من جديد زميلي ماجد الشجعي. شكرا من جديد للزميل ماجد الشجعي. إذن مشاهدي الكرام نعود إليكم مجددا إلى بداية الشوط الثاني من لقاء ليوبار الكونغولي وضيفه جوليبا المالي. هدفان مقابل هدف في شوط أول انتهى لمصلحة أصحاب الديار والأنصار ليوبار. طبعا شوط أول من مباراة العودة من نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. مباراة الذهاب أذكر بأنها انتهت في مالي بهدفين لمثلهما، والأفضلية إذن في هذا اللقاء لقاء العودة اليوم لقاء الإياب في الكونغو في دوليسي الكونغولية لمصلحة الفريق الأخضر ليوبار. هكذا ليوبار تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق جيور بطريقة جماعية جميلة، توسيعة من زامبا إلوريش والمتابعة كانت ممتازة من جيور. إذا نتابع أطوار الشوط الثاني، هل سنتابع أشواطا إضافية؟ هل سنتابع شوطين إضافيين وركلات ترجيح؟ أم أن الأمر سيتوقف عند هذه النتيجة أو نتيجة أخرى تمنح اللقب للفريق الكونغولي لأول مرة في مشواره ولأول مرة في تاريخ الكونغو التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي. ثاني نهائي من دون طرف عربي بعد نهائي 2004 بين هيرتز وهيرتز وأشانتي كوتوكو الفريقان الغانيان. يأتي نهائي 2012 لا يحمل في طياته طرفا أو طرفين عربيين عدا النهائيات الثمانية السابقة
التي دارت بين 2005 و2011 كانت كلها تحمل إما طرفا مغربيا أو تونسيا أو سودانيا أو جزائريا. الغالبية حضور تونسي في نهائيات كأس الاتحاد الأفريقي، نجم الساحلي سنة 2006 وأصفاقسي سنة 2007، أصفاقسي والنجم الساحلي سنة 2008، وأصفاقسي 2010 والنادي الأفريقي 2011. تقريبا في جل النسخ السابقة كان طرف تونسي حاضر في النهائي عدا نسخة 2004 2005 وهذه نسخة 2012. التتويج مغربي بفضل المغرب الفاسي السنة الماضية والتي قبلها الفتح الرباطي وفي نسخة 2005، تونس بثلاث تتويجات، مغرب بثلاث تتويجات، وغانا بتتويج واحد، ومالي تملك تتويج واحد بفضل الملعب المالي الذي فاز على وفاق سطيف سنة 2009. إذن هذا في بالعودة إلى نهائيات كأس الاتحاد الإفريقي السابقة، كأس الاتحاد الإفريقي في نسخة التاسعة هذا الموسم والتي تأسس سنة 2004. تابع الدفاع المالي هذه الكرة، أذكر بأسماء الطرفين الحاضرين في هذه المعركة الثانية: إيسا تراوري، كوليبالي، ديالو، عمر كوناتي، سيس، ديارا، أبودا، يونان غونداي، تراوري وديالو. هذا من جانب الفريق المالي الأحمر. جوليبا أفضل الفرق المالية حاليا، بينما الفريق الكونغولي ليوبار بيوليريش، تيلتون، ديمتري، غيور، فيرنو، كاليما، سيزاير، جيلدران، بيانفوني، إيرمان وجيلداس. متابعة من عيسى حياته، يتابع ويناظر مباراة في كرة القدم في الأراضي الكونغولية. تسمى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي اليوم، التتويج اليوم، منح اللقب اليوم، رفع كأس الاتحاد بعدما رفع الأهلي المصري كأس المنافسة الأغلى دوري أبطال إفريقيا في الأراضي التونسية. كرة مالية تنتهي إلى ركلة مرمى، سالة للحارس ميويابي جيلداس، هدف مالي بالرأس كان جميلا، وهدف كونغولي بالأقدام بأقدام جيور كان كذلك في منتهى التناسق والتناغم بأداء جماعي ممتاز. هذا هو ملعب المباراة، دينيس ساسو يسع لعشرين ألف متفرج، بينما متابعة من طاقم الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعضاء الاتحاد الإفريقي برفقة الأمين العام عيسى حياتهم حاضر في هذه المواجهة. متابعة الكاميروني، هل هو يناظر ليوبار وجوليبا أم أداء الحكم اليوم نيون ابن بلدي؟ كرة مالية تلعب على الجناح الأيسر بحث عن التوزيع، ولكن تقطع الكرة إلى الركنية. مباريات أتلتيك كلوب ليوبار حاضرة من طرف أنصاري وجماهير، نتابع الركنية داخل منطقة الجزاء منخفضة نوعا ما، وبالتالي تسهل المتابعة من كومبو بيانفوني. كرة إلى التماس، نلعب الدقيقة السادسة منذ بداية الشوط الثاني، شوط الحسم، شوط إنهاء الأمور، شوط قتل المباراة من ليوبار إذا ما سجل هدفا ثالثا، شوط تمديد المباراة وإعادة نقطتها التي بدأت بها إلى الأذهان والأوزان، يعني إعادة المباراة إلى نقطة الصفر قبل أن تبدأ حتى مباراة الذهاب، لأن نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين، وكأنه لم يفعل شيئا ليوبار اليوم ولا في مباراة الذهاب، وكأن جوليبا كذلك لم يفعل شيئا. مباراة الذهاب انتهت بهدفين لمثلهما، مباراة العودة تقترب من أن تنتهي بهذه النتيجة إذا سجل جوليبا هدفا ثانيا. جوليبا المالي يبحث من خلال الكرات الطويلة والرأسيات والألعاب الهوائية التي لا يتقنها لاعبو ليوبار، نظرا لقصر القامة
وعدم التعود ربما هو يلعب كرة جميلة بالأرض، فقط أرضية الميدان تبدو سيئة، لذلك لن نستمتع كثيرا. وهذه كرة من كيفوري توزيع داخل منطقة الجزاء، ولكن في النهاية إلى خارج أرضية الملعب. طبعا متابعة أكيد من رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، وأكيد المتابعة حتى من رئيس الاتحاد المالي لكرة القدم. جوليبا تتويجات على بالبطولة الألمانية كثيرة، 22 لقب بالبطولة الألمانية آخرها طبعا هذه السنة، وبطل سنة 2009 وبطل هذه السنة 2012 وبطل 22 مرة في مالي، يحمل كأس مالي 19 مرة، 6 مرات التتويج بالسوبر الألماني. وهذه كرة خطيرة لمصلحة فريق ليوبار. المتابعة من سامبا ديالو، خطير كيفوري، خطير جدا رقم 8 هذا. الفريق الذي تأسس سنة 1960 فريق جوليبا، غريمه الملعب المالي، كان معه في نفس المجموعة رفقة الوداد البيضاوي المغربي، الأسماء العربية التي كانت حاضرة في دور المجموعتين الوداد المريخ والهلال كلها طارت كالعصافير واحدة تلو الأخرى. إن كان الوداد في دور المجموعتين فإن المريخ والهلال كان الأقرب، كان الأقرب إلى الوصول إلى النهائي، لكن كلاهما ضيع فرصة بطريقة لم يتوقع أحد. للمريخ الذي كان على مقربة على الأقل من خطف التعادل في الأراضي الكونغولية هنا، لكن خطأ من حارس المرمى عصام الحضري. مباراة العودة في السودان لم يتمكن فيها من تسجيل هدف يؤهل إلى النهائي المريخ، كذلك الشأن للفريق الأزرق السوداني الآخر الذي فاز في السودان بهدفين نظيفين ولكنه خسر في ملعب جوليبا بهدفين بنفس النتيجة، وانتهت ركلات الترجيح لمصلحة جوليبا. انظار من المدرب الو ديالو. هذه الدقيقة 10 من أطوار الشوط الثاني، تغيير، إخراج كيفوري، كيفوري فيرنو خال لاعب رقم 27. نقولوا السيدة إريتي ويلو هذا سجل في مباراة الذهاب نقويلو في النهائي، المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما، سجل كيفوري وسجل انقوليو، خرج كيفوري ودخل انقوليو الآن من جانب فريق ليوبار الكونغولي. بينما هذه كرة خضراء كونغولية دخل منطقة الجزاء، حاولت المرور ولكن سامبا ديالو يتدخل إلى الركنية. تغيير من المدرب جوزيف ماريوس، أوموك جوزيف ماريوس. تابع هذه الكرة من الركنية عند القائم الأول، يبعد دفاع على جوليبا، تعود كونغولية رغم المتابعة توزيع من مازامبا، كرة بالأرض بأيدي الحارس علي يورانجو، طويلة من علي يورانجو. هاي الكرات الهوائية التي يفضلها لاعبو جوليبا المالي. المجموعات ليوبار البداية كانت بالتعادل بهدف مقابل هدف بملعبه أمام الوداد، بعد ذلك تعادل مع جوليبا بهدف لمثله، تسجيل باغايوكو وانداي، ثم ليوبار تعادل أمام الملعب المالي
البداية في ثلاث الجولات الأولى كانت بثلاث تعادلات. يحقق ليوبار بعد ذلك الفوز على الملعب المالي ويخسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب الوداد. وفي آخر جولة ليوبار فاز على جوليبا بثلاثية نظيفة. نتابع هذه الكرة المالية خطيرة جدا، فرصة من مخالفة، ظننا بأن الحكم احتسب خطأ لدفاع ليوبار فاحتسبه لمصلحة هجوم الفريق المالي. جوليبا، عيسى تروري رفقة سامبا ديالو، هنا يتهيأ سامبا ديالو التسديدة فوق المرمى. يعني حتى الذي سدد لم نشاهده من مخرج المباراة. لاسينا أو لاسين ديارة هو الذي سدد الكرة السابقة رقم 18. عموما ركلة مرمى ضاعت فرصة. تحدثنا عن نتائج ليوبار في دور المجموعات، كان في المجموعة الثانية واحتل المركز الثاني بتسع نقاط خلف جوليبا الذي تصدر المجموعة الثانية بثلاثة عشر نقطة. جوليبا البداية كذلك كانت بالفوز على غريمه الملعب المالي في مالي، التغيير دخول لاعب رقم 20 من جانب فريق جوليبا المالي. إدريسا تراوري أشهر العائلات والألقاب في مالي تراوري. كرة يتابعها دفاع ليوبار بينما الحارس بصعوبة ميابي جلداس يتفادى الركنية. 30 دقيقة على نهاية المباراة، ليوبار يتوجه نحو الظفر بكأس هذه البطولة إلا إذا فعلها جوليبا وقرر تمديد المباراة. والجوليبا البداية كانت بالفوز بثنائية على الملعب المالي، بعد ذلك جوليبا يتعادل على ملعبه أمام ليوبار. الجولة الثالثة جوليبا يفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف في مالي، تسجيل باكايوكو وسيريبي، ثم يرحل إلى كازابلونكا ويفوز بهدفين مقابل هدف من تسجيل باكايوكو وبانغورا. باكايوكو هذا هداف فريق جوليبا. تغيير آخر الآن كان من فريق جوليبا باحث عن تسجيل هدف ثاني وتعديل النتيجة التي كانت عليها مباراة الذهاب. الحكم يشير إلى خطأ الحكم الكاميروني اليوم نيون لمصلحة جوليبا. جوليبا فاز وعاد وكرر فوزه على غريمه الملعب المالي هدفين مقابل هدف. وفي آخر الجولات جوليبا خسر أمام ليوبار بثلاثية نظيفة، خسارة لم تكن يعني إلا في مباراة شكلية بالنسبة لجوليبا لأنه كان قد كسب التأهل والصدارة، وبالتالي لم تكن تعني له شيئا هذه الهزيمة. لذلك لا يمكن الاعتماد على هذه النتيجة التي فاز بها ليوبار بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في دور المجموعات، لأن كانت شكلية بالنسبة لجوليبا، كان متأهلا ومتصدرا حتى لو خسر بعشرين هدف مقابل لا شيء. اليوم هل يجدد فوزه ليوبار على ملعبه أمام جوليبا الذي يتوجه رويدا رويدا نحو الأمام، بينما هذه محاولة وانطلاقة خطيرة ولكن التسلل. كومبو بيانفوني يلعب كرة في العمق، لكن كان هناك تسلل واضح من البديل نغوليو في مكان كيفوري. يحاول مداعبة الكرة فريق جوليبا. عرضية اللمسة من عيسى تراوري تعود إلى قلب الدفاع سامبا ديالو. ديالو عيسى تراوري الآن. عيسى تراوري تماس، لا هذا تماس لمصلحة جوليبا. الحكم الكاميروني نيون يقول ليوبا لمصلحة
ماغوكيلي ديمتري رقم 6 مدافع الكونغولي. سليف كوليبالي ينتظر اي كرة على رأسه، والاخر سجل في مباراة الذهاب سليف كوليبالي يمضي هدفا ثانيا في شباك الحارس جيلداس. سجل هدفا في الشوط الاول وعادل النتيجة لما كان فريقه متأخر بهدفين بهدف مقابل لا شيء. الآن النتيجة هدفان مقابل هدف. كرة مالية، محاولة من البديل إدريسا تراوري رقم 20. جماهير كونغولية تتوق إلى متابعة فريقها يحمل الكأس. الكرة الكونغولية التي تطورت في الآونة الأخيرة كثيرا. يكفي أن تيبي مازيمبي تألق وظفر بلقب كأس دوري أبطال أوروبا، عفوا دوري أبطال إفريقيا، سنتين متتاليتين قبل أن يأخذ منه اللقب الترجي السنة الماضية، ثم يخطف اللقب من الترجي الأهلي. الأهلي المصري هذه السنة جدارة واستحقاق. كرة لمصلحة ليوبار، توزيع الأرضية من غانزي سيزاير، الإبعاد من دفاع الفريق المالي. جوليبا يضغط ليوبار يبحث عن هدف ثالث، يهاجم ليدافع، قال أفضل طريقة للدفاع الهجوم. الكرة إلى التماس وليس إلى الركنية، تماس آخر لمصلحة ليوبار. خطير هذا اللاعب سيزاير رقم 12، توزيعة داخل منطقة الجزاء. الحارس المالي علي يورانغو يصل على كرته، تدخل من موبيو فيلتون بهذه المقاصية يبعد الكرة إلى التماس. هذه الدقيقة 20 من هذا الشوط الثاني، لازالت النتيجة على حالها، هدفان ليوبار الذي قد ينهي الأمور. كرة لم تصل إلى الأمام، تابع من طويل القامة طويل الساقين والقدمين مدافع المالي الذي يتقدم ديالو، بينما التدخل من ديمتري. تعود مالية على أرضية الميدان إدريس تراوري، شوف كيف يفضل أن يلعب الكرات الهوائية. هنا لمسة يد وخطأ أشار إليه حكم المباراة اليومنيون. جانب من اللاعبين لاعبي الاحتياط من جانب فريق أتلتيك كلوب ليوبار. كان ثلاث مواجهات بين الجانبين. هذه الرابعة للفريق المالي، أكثر حيازة وسيطرة على الكرة في هذا الشوط الثاني، لكن نحاول أن نؤمن ما أمكن من وقت. فريق ليوبار مرر أكبر عدد من دقائق الشوط الثاني وهو متقدم بهذه النتيجة،
في نفس الوقت لما لا البحث عن هدف ثالث قاتل. كليمة يراوغ يمر ويلحق على الكرة يوزع، الحكم يحتسب خطأ لكليمة. مكيلا كليمة، هناك خطأ. إذن ربما هدف ثالث في الأفق مرتقب لفريق ليوبار لينهي به الأمور ويقطع به الشك، كما تقطع جهيزة قول كل خطيب مثل ما يقول المثل العربي. هذه كرة كومبون، بينفني بينفني للهدف الثاني عند القائمة الثانية المتابعة مالية. كرات الهوائية لمجال المناورة فيها من جانب اللاعبين الكونغوليين، للألعاب الهوائية الكرات العالية كلها لمصلحة طوال القامة. النخل الباسق لاعبو الفريق المالي. جليبا كرة إلى الركنية، انقضى نصف هذا الشوط الثاني. بالضبط شاهدنا هدفا في الشوط الأول في الدقيقة 24. نقترب من متابعة هدفا رابعا في المباراة، مباراة الذهاب فيها 4 أهداف الآن 3، قلت في المجموع 10 أهداف أو 11 هدفا لحد الآن. خطيرة خطيرة هذه التوزيع، الكرات التي تأتي من الناحية اليمنى ليس لدي حل من جانب دفاع فريق جليبا. هذه التوزيعات تكررت في الشوط الأول وتتكرر في الشوط الثاني، وقصت على جليبا بهدفين وكادت أن تقسو عليهم بهدف ثالث. المتابعة الكل على أقدامه، يتابع على الأعصاب، يتربص، يرقب، يأمل، يدعو، يتمنى كرة من الركنية. لا مجال قلت للمناورة تعود ولتبقى لمصلحة الفريق الكونغولي الذي يسكن الآن في منطقة جليبا، لا يترك له متنفسا للخروج بالكرة، ولا يترك له متنفسا كذلك لأن يجازف ويغامر من أجل تعديل النتيجة. رأسية خطيرة، الكرة كانت فعلا خطيرة لمصلحة الفريق الكونغولي ليوبار. أي حلول سيهتدي إليها الفريق المالي جليبا فيما تبقى له من دقائق العشرين. هذه كرة مالية داخل منطقة الجزاء، تسديدة أرضية، خطفت الكرة من الدفاع ولكن لاعبو المنتخب الفريق المالي لم يحسنوا التفاوض. كرة جيور تحصل عليها الرأسية من جيور، أخطر عناصر ليوبار. كرة كونغولية، حاولت المتابعة من الدفاع المالي لكن مستمر الحال على حاله. الكرة كانت طائشة، كان المفروض في توزيعها من أقدام كومبو بينفني. مراوغة ممتازة من كريمة، الكرة طويلة هوائية لكن أرضية الميدان تؤزم الأمور، تعقد لعب الكرات الأرضية. هنا تدخل ومخالفة لمصلحة سليف كوليبالي. هنا خطأ واضح من لاكولو هيرمان،
يلعب رقم 18. قد تظهر تسديدة صاروخية تسكن شباك الحارس ميابو جيلداس، تسديدة ولكن لا هي صاروخية ولا أرضية، بعيدة تماما. إصابة لأحد لاعبي الفريق الكونغولي. هذه الجماهير الكونغولية، جماهير أتلتيك ليوبار. إلى الدفاع الألماني جوليبا، قلت ثلاث مرات نهايات كأس الاتحاد الإفريقي آلت إلى ركلات الترجيح للفصل فيها. من أصل ثمانية هذا والنهائي التاسع، هل سيحسم الأمور ليوبار أم أن جوليبا لديه كلمة أخرى يخبئها في آخر دقائق المباراة لم يتبقى عنها الكثير؟ هكذا سنة 2012 تقترب من الكشف عن كل خباياها. كشفت في البداية عن المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا، وكشفت كذلك عن قرعة أمم إفريقيا المثيرة، وكشفت عن بطل دوري أبطال إفريقيا وهو الأهلي المصري على حساب الترجي الرياضي التونسي، وفي طريقها للكشف عن حامل كأس الاتحاد الإفريقي الذي بنسبة كبيرة سيكون ليوبار. نقول هذا الكلام بتحفظ قبل نهاية المباراة بربع ساعة لأن النتيجة هي التي تقول ذلك ولسنا نحن، وإذا فعلها جوليبا قد يمدد المباراة إلى شوطين إضافيين أو يخطف هدفا ثالثا أو يخطف ليوبار هدفا ثالثا. عموما كل شيء قابل للتغيير مع مرور الوقت، كل شيء قابل لأن تحدث مفاجآت أخرى. كرة مالية، سليف كوليبالي بالرأس، تغطية مثالية لهذه الكرة، تلعب على الجناح. شوف المساحة التي تكون أرضية الميدان فيها سليمة، الكرة فيها تمشي بطريقة رائعة. هاي كرة، كرة كونغولية داخل منطقة الجزاء، لكن متابعة مالية، استبسال من ديالو أو عيسى تراوري، غطى الكرة التي مررت نحو كومبو بيونفوني، مررها جيور. هدأت المباراة نسبيا في الشوط الثاني حتى الأهداف لم تظهر، ربما الشوط الأول الذي اعتقدناه سيكون تكتيكيا كان مفتوحا وجميلا وفي أهداف، الشوط الثاني أصبح تكتيكي أكثر خاصة من جانب فريق ليوبار. حذر والخشية،
الخوف من تلقي هدف ثاني يقلب الموازين جميعا. لكن أفضلية الآن يكتفي ب 45 دقيقة في الدفاع، ولا زالت الخطورة مالية مرتقبة خلال الكرات الهوائية. هذه لمسة أحيانا تحتار كيف تمر الكرة بين الأقدام المالية بهذه الكرات العشوائية الغير يعني الغير مدروسة والغير مقروءة والغير مخطط لها، يعني في لعبات مخطط لها من الوسط تبنى، لكن في بعض اللعبات طريقة عشوائية مثل الحركة الأكروباتية التي شاهدناها من اللاعب، وقعت الكرة لحسن حظه عند رفيقه لم تمر إلى خارج أرضية الميدان. عموما الوقت يمر، هذه المرة اللقب لن يقع ولن يبقى في المملكة المغربية على عكس السنتين الماضيتين والتتويج للماس وقبله الفوز فتح الرباط وبعده المغرب الفاسي. لكن منينا النفس مثلما كان نهائي دوري الأبطال عربيا أن يكون نهائي كأس الاتحاد عربيا سودانيا مريخيا أو هلاليا أو مريخيا وهلاليا معا، فلم يكن لا أزرقا هلاليا ولا أحمرا مريخاويا، بل كان أخضرا كونغوليا وأحمرا ماليا. كرة كونغولية سريعة إلى كومبو بيانفوني يدور، بيانفوني ينتظر مساندة، يفتح ويمر، يمكن أن يلعب كرة جميلة لكن لم تمر من كيور بالعقب. كيور كان بإمكانه يسدد باتجاه المرمى، يستلم ويسدد مع عرضية الميدان هذه المهترئة، يمكن أن تمر الكرة إلى الشباك بسهولة. مرقبة بالصدر من سليف، مفروض هنا خطأ، يعني أعتقد خطأ كان يبدو واضح، يشير إليه الحكم الكاميروني نيون للفريق الكونغولي ليوبار. خطيرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، لمسة من كيور يضيع أخطر فرص هذا الشوط الثاني على الإطلاق، وجه لوجه أمام الشباك أمام الحارس، يتهاون ويستهتر كيور. بالمناسبة قبل دقيقة من الآن فقط ضيع الكرة بالعقب في تداول مع رفيقه، ولكن هذه المرة ليس لديه أي عذر. أخطر عناصر ليوبار قد يكون اسما مع أندية في شمال افريقيا السنة المقبلة، يظهر إمكانيات لا بأس بها. محاولة خطيرة للفريق المالي، جوليبا لكن يستبسل المدافع ديمتري، تدخل من الخلف على كليمة، من عيسى تروري،
آخر 10 دقائق في المباراة، بل نقول آخر 8 دقائق في المواجهة. رويدا رويدا وببطء يمر فريق ليوبار، قل ببطء لأنه لو سجل هدف ثالث كانت الأمور أسرع، أن نقول بأن ليوبار على منصة التتويج بكأس الاتحاد الأفريقي، لكن لا ندري ماذا تخبئ هذه الدقائق الثمانية. إما لجوليبا خطيرة، ولكن في النهاية يرتقي الحارس، يقفز ميواب جولداس إلى الكرة، يتناولها بسهولة. يبقي النتيجة على حالها ولا تغير. ليوبار لإضافة هدف ثالث، هاي كرة ممتازة وخطيرة، لا 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 لا، الفرصة ضاعت، الكرة مرت موازية لخط مرمى الحارس علي يورانجو، وكان في المتابعة جيور ولكنه لم يلمس الكرة وإلا كانت في الشباك. وزيعة أرضية مثالية، شوف تابع معي أخي الكريم، هاي كرة بالعقب، مرور من هذا الخطير دوما زامبا الذي وزع كرة الهدف الثاني في الشوط الأول، وهو الذي يفعل ذلك الآن، ويمرر الكرة إلى كيور، ذاته كيور الذي سجل الهدف الثاني من كرة زامبا ليريش في الشوط الأول في دقيقة 45. يمتنع كيور عن قتل المباراة وإراحة أعصاب كل هؤلاء المتابعين والمناصرين من الفريق الأخضر أتلتيك ليوبار وليس بيلباو. اللاعب رقم 26 الآن أوكاكاس، جيلداس، هذا التغيير في صفوف فريق ليوبار كونغولي، خروج صانع اللعب انتيلا كريمة، قدم مباراة لا بأس بها جيدة. هذه كرة مالية مراوغة من سيس، خطأ لسيس، خطير في الكرات الهوائية الفريق المالي، وقد يخطف هدف التعادل الآن. لنتابع هذه الكأس، هذه كرة الحارس لا يتمكن منها، ماذا يقول حكم المباراة؟ ركنية. إذن ركنية لمصلحة جوليبا الرأسية، تبعد الكرة، حكم صفر خطأ، صفر خطأ ليوبار الكونغولي. دقائق تمر ونحن نتوجه رويدا رويدا نحو إعلان تتويج ليوبار لأول مرة في مشواره لكأس الاتحاد الإفريقي، نتوصل لمعرفة آخر المتوجين في الأراضي السمراء بالألقاب، في انتظار معرفة من سيتوج بلقب السوبر الإفريقي بين الأهلي وربما ليوبار
ومعرفة بداية سنة 2013 حامل كأس أمم إفريقيا خلفا للزامبيين. الوقت يمر، كرة في الدفاعات المالية من الحارس يورانجو، طويلة من ديالو، مبعدة من نزامبا إليريش، قدم مباراة لا بأس بها نزامبا إليريش، تدخل بشراسة، كرة تبقى للبديل دريسا، دريسا تراوري يمر، دريسا تراوري مر، ولما مر فضل التصويب. هذا هو الاستعجال أحيانا، فقدان التركيز كثيرا ما يكون من اللاعبين الأفارقة، السلبية الموجودة عند اللاعب الإفريقي، الاستعجال وقلة التركيز، في حين يملك المهارات أن يمر بالكرة، أن يراوغ، أن يسدد، لا أحيانا يستعجل وتختلط عليه الأمور بين التسديد والتوزيع والتمرير. مالية أرضية إلى تراوري، دريسا تراوري يعتمد على الرفيق ديارة، طويلة بمعاناة يتابع الدفاع الكونغولي، بينما هنا كرة في منتهى الخطورة للفريق المالي. جوليبا خطأ عند الزاوية القائمة في منطقة الجزاء أو لمنطقة جزاء الدفاع الكونغولي، خطيرة جدا هذه الكرة، خطيرة. التدخل من نزامبا إليريش، ارتكب خطأ فادحا، تنفذ الكرة، خروج للحارس، يرتقي يأخذ الكرة ليسقط ولن يقوم، ليقع على الأرض ولن يقوم، ليس من شدة الإصابة، لن يقوم لأنه سيستهلك أكبر وقت ممكن، وكان يتمنى هذه الفرصة أن يقع على الأرض ويضيع الوقت، ومثل هذا شاهدناه كثيرا في الأراضي والأدغال الإفريقية. هنا الاستلام، ما فيش خطأ يعني، ارتقى مع المدافعين والمهاجمين حتى أنه كان محمي من مدافعيه. هنا ركلة أو عفوا ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق ليوبار. 4 دقائق والوقت البديل 90 دقيقة انتهت بالتمام والكمال. الآن نلعب الوقت البديل في أجواء مغيمة وباردة، طبعا أجواء المطرة على خط الاستواء أين هي موجودة جمهورية الكونغو عاصمتها برازافيل، لكن اليوم ليست العاصمة هي التي تحتضن هذا اللقاء وهذا العرس، إنما مدينة دوليسي، ثالث أكبر مدن جمهورية الكونغو. جمهورية الكونغو على بعد 3.5 دقائق للتذوق من طعم كأس الاتحاد الإفريقي بفضل ما يفعله ليوبار، أتليتيك ليوبار، قليل الألقاب على الصعيد الكونغولي ولكنه حاضر اليوم. يشير إلى حكم المباراة للبديل أوكاكاس جيلداس. دقيقة مرت بقيت ثلاث دقائق. هذا هو المدرب أمور ماريوس، كل شيء يقترب من النهاية. ما فعله ليوبار في أراضي مالي أمام جوليبا حينما عادل النتيجة في الدقيقة 87 عن طريق نغوريولو، لم يستطع أن يفعله جوليبا لحد الآن. سجل هدفا ولم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، تلقى هدفين ولم يتمكن من تعديل النتيجة، على عكس ليوبار في مالي تلقى هدفين وتمكن من تسجيل هدفين. الوقت يمر، الوقت البديل يمر،
كرة تعود إلى الحارس ميابي جلداس. دقائق على الأعصاب، دقيقتان وينتهي كل شيء، دقيقتان ويرفع ليوبار كأس الاتحاد الإفريقي التاسعة منذ نشأة هذه البطولة سنة 2004. خلف كأس الكاف، كرة يبعدها الدفاع بشراسة عن طريق تشيلدرن، والماليون يستعجلون الوقت بهذه الكرات العشوائية التي لا معنى لها. دقيقة ونصف على النهاية. عليوم نيون في انتظار صافرته الأغلى، الصافرة الأغلى. طبعا هنا دوما في هذه الدقائق اللاعب الإفريقي يفقد التركيز، اللاعب الإفريقي قليل الحيلة قليل الخبرة يفقد التركيز، تفكير في الدفاع في الهجوم، هل يدافع هل يهاجم. طبعا بطاقة صفراء تكتيكية في وجه ديمتري، معليش يضيع الوقت ويأخذ بطاقة صفراء، وما عندوش بطاقة صفراء من قبل ما في مشكلة، معليش شوف كم أهدر من وقت، تقريبا أكثر من 20 ثانية أو 30 ثانية. ديمتري هاي كرة، هذه كرة للفريق المالي، 30 ثانية وينتهي كل شيء، الجميع يتقدم إلى الأمام، آخر المحاولات، هل يتمكن جوليبا من تعديل النتيجة في الأنفاس الأخيرة أم أن ليوبار بفضل هدفيه في الذهاب وهدفيه في العودة، بفضل 4 أهداف في شباك جوليبا سيتوج باللقب. هذه رأسية الأولى والثانية، الإبعاد وستأتي الصافرة، تبقى الخطورة والرأسية مبعدة. ستأتي الصافرة، جاءت الصافرة، جاءت صافرة حكم المباراة الكاميروني نيوم لتمنح الكونغو أول تتويج لها بكأس الاتحاد الإفريقي، لتمنح أتلتيك ليوبار التتويج بالذهب الإفريقي الغالي بعد غلاوة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اتجه لقب إفريقيا الأغلى والأفضل للأراضي المصرية ولشهداء مصر وثورة مصر، ها هو اللقب طبعا في كأس الاتحاد الإفريقي يناله ليوبار الكونغولي على حساب جوليبا المالي. مالي توجت باللقب من قبل من طرف عن طريق الملعب المالي على حساب وفاق سطيف، لكن اليوم جوليبا يخسر اللقب أمام ليوبار. دمتم في رعاية الله وحفظه، لا تذهبوا بعيدا، نعود بالصوت والصورة إلى الزملاء في الاستوديو، وبعد ذلك نعود إلى أجواء الاحتفال والتتويج ومنح الكأس لليوبار البطل. مبروك ليوبار، هارد لك لجوليبا، وهارد لك من قبل للمريخ والهلال والوداد. شكرا، إليك الكلمة زميلي ماجد الشجع من جديد. إذن هذه الكأس الغالية التي تأتي بعد الأغلى، كأس دوري أبطال إفريقيا، كأس 2012 التي رفعت في المغرب من طرف المغرب الفاسي، رفعت من طرف الفتح الرباطي في النسختين السابقتين. هذا هو النهائي الثاني الذي قلت فيه بأنه لم يكن فيه طرف عربي حاضر ولا طرف عربي متوج. إذن هكذا اللقب الإفريقي الثاني في القارة السمراء على مستوى الأندية يعود إلى فريق أتلتيك كلوب ليوبار الكونغولي بحضور الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو. تتويج مستحق لفريق ليوبار الكونغولي بفضل أدائه البطولي اليوم، بفضل ما حققه كذلك وصموده في مالي وخروجه بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، واليوم يحقق تفوقا آخرا بعدما حققه في دور المجموعات على جوليبا بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في مباراة كانت شكلية لجوليبا لكنها كانت ليست بمعيار. المعيار اليوم
هو الحسم والحزم في اللقاء الأهم في تاريخ الفريقين في هذه السنة وفي مشوارهما بشكل عام. اليوم النتيجة هدفان مقابل هدف لفريق ليوبار بحضور رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم في أجواء باردة مطرة في المناخ الاستوائي الممطر شتاء وصيفا وربيعا وخريفا مثل ما هي القارة السمراء، ممطرة للنجوم نجوم كرة القدم، والأسماء تتعدد وتختلف من أبدو بيلي ورشيد كيني و أسماء عديدة من بينهم روجي ميلا، وكذلك أسماء لا تحضرني بطبيعة الحال، أسماء قدمت لكرة القدم الإفريقية كثيرا، دروكبا آخرهم وسامويل إيتو، قلت جون جاي أوكوشا، رشيد إيكيني، أبيدو بيلي، نتذكر أسماء عربية كذلك من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى السودان. وطبعا كرة القدم الإفريقية غنية وثرية، ثرية بأنديتها، غنية وثرية بلاعبيها الذين تقدمهم إلى العالم، سواء من خلال أطباق أمم إفريقيا أو أطباق كأس العالم للأندية أو أطباق كذلك كأس العالم للمنتخبات أو أطباق دوري أبطال إفريقيا، أو حتى من خلال الدوريات الأوروبية ومن خلال المنافسات القارية الأخرى في آسيا أو حتى في أمريكا الجنوبية. هنا تقديم ميداليات لوصيف بطل كأس الاتحاد الإفريقي الفريق المالي جوليبا الذي خسر اللقب بالرغم من تتويجاته الكثيرة في مالي وعديد الألقاب في مالي، سواء بالبطولة أو بكأس مالي أو بالسوبر كوبا في مالي. طبعا الأجواء في مالي لا تبعث على الخير، أجواء لا تسمح بممارسة كرة القدم حاليا نظرا يعني الأجواء الأمنية السائدة يعني الصعبة هناك في مالي. بينما سيكون بعد ذلك على المنصة الفريق الذي استحق اللقب والفريق الذي بذل كل مجهوداته من أجل نيل اللقب، وللمرة الأولى في مشوار فريق ليوبار قليل التتويجات على الصعيد المحلي في جمهورية كونغو في القارة السمراء. إذن هكذا اللقب كأس الاتحاد الآسيوي كان كويتيا هذه السنة، ولقب كوبا سود أمريكانا أعتقد سنتعرف عليه هذا الأسبوع. طبعا كأس الاتحاد في أمريكا الجنوبية اليوروليك كان إسبانيا بأقدام فالكاو التيجر النمري، النمر أتلتيكو مدريد يتوج طبعا بلقب اليوروبا ليك هذه السنة مع بداية الصائفة، بينما تتأخر الألقاب والتتويجات في القارة السمراء بعدما تعرفنا على أن اللقب الأغلى يعود وعاد إلى القلعة الحمراء. ها هو اللقب الثاني في القارة السمراء على مستوى الأندية يناله فريق ليوبار، ليوبار الكونغولي، وعموما جمهورية الكونغو تنال وتذوق من طعم كأس الاتحاد الإفريقي، تنال وتذوق من طعم التتويج الإفريقي بفضل ليوبار في هذه السنة 2012. نهائي سنة 2004 في أول نسخة لهذه المنافسة كان غانيا خالصا، وتمنينا أن يكون نهائي 2012 سودانيا خالصا بين المريخ والهلال، ويستمر الحضور العربي اللافت للانتباه في كأس الاتحاد الإفريقي مثل ما هو الحضور العربي حاضر في كأس الاتحاد الآسيوي كذلك. هذه السنة كان على مقربة الهلال والمريخ القلعة الزرقاء والقلعة الحمراء من الوصول إلى النهائي، ولكن هكذا كرة القدم أبت أن تقصي المريخ على أرضه بالتعادل السلبي دون أهداف، وأبت أن تقصي الهلال بركلات الترجيح. تأهل جوليبا، تأهل ليوبار، التقيا ذهابا فتعادل في مالي، والتقيا إيابا وفاز ليوبار في الكونغو في دوليسي بهدفين مقابل هدف بفضل نجومه
طبعا الذين سيكونون بأغلى الصفقات الإفريقية في تنقلاتهم نحو شمال إفريقيا أو الأراضي الفرنسية والأوروبية بشكل عام، خاصة الهدافون كليمة وكيفوري وكذلك غيور ربما الذي سيختار أفضل لاعب لأنه سجل اليوم وسجل في مباراة الذهاب. هكذا هذه الميداليات في انتظار أن ترفع الكأس. عموما نحن على الجزيرة الرياضية طبعا غطينا كأس الاتحاد الإفريقي التي توج بها الفتح الرباطي قبل سنتين، وبعد ذلك السنة الماضية كنا معكم مع تتويج المغرب الفاسي على حساب النادي الإفريقي، وهذه السنة للأسف لم يكن هناك ناديا عربيا لأن نفرح به ونسعد بتتويجه ونهلل له كثيرا مثل ما فعلنا مع المغرب الفاسي السنة الماضية ولو كان على حساب النادي الإفريقي، وكذلك الفتح الرباطي وكذلك الجيش الملكي المغربي وكذلك النجم الساحلي التونسي والنادي الصفاقسي الذي توج باللقب مرتين في مشواره، وحزننا لما خسر وفاق سطيف أمام الملعب المالي. هذه أهم نهائيات هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد الإفريقي التي أسسها الاتحاد الإفريقي سنة 2004 خلفا عدة منافسات كانت موجودة، من بينها كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس، من بينها كأس الكاف، من بينها يعني عدة بطولات أخرى، بطولات تتعدد وتختلف في القارة السمراء لثراء هذه القارة، لكبر مساحتها، لثرائها البشري وثرائها المادي كذلك. هذا عيسى حياته، هل ستكون هذه الكأس الأخيرة التي يمنحها عيسى حياته في مشواره لفريق يمنحها لرئيس نادي ليوبار وكذلك بحضور رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، وتمنح لغيور؟ هذا هو النجم غيور الذي سجل الهدف الثاني، هدف الفوز، سيرفع الكأس غيور فرحا وابتهاجا وسرورا. كأس الاتحاد الافريقي من نيل الاخضر ليوبار على ملعبه وبين جماهيره، كأس الاتحاد الافريقي بطلها ليوبار الكونغولي سنة 2012 على حساب جوليبا المالي. دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء. نعود بالصوت والصورة الى الزملاء في الاستوديو، اليك زميلي العزيز ماجد الشجعي، الكلمة من جديد.